شبكة الورقات السلفية تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه، وهو في مسند أحمد. قيل: قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل: ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غيره أفضل منه. وقال آخرون: بل ضيقت عليه فلا يبقى له يعني فيها. المعنى الأول، يعني المعنى الأول على التشديد على الذم. نعم، فقيل: ضيقت عليه حصرا له فيها تشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتقاده أن غيره أفضل منه، يعني أفضل من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقال آخرون: نعم، وقال آخرون: بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. فيكون هذا على المدح والثناء. نعم، ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان، لأنه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، ولم يقل ضيقت عليه، ضيقت عنه. نعم، وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها، يعني في جهنم. نعم، قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر وأن فاعله بمنزلة من لم يصب، والله أعلم. فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار، وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعده ثم يفطر بعد. أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي كان يدخل على أهله، هذا الحديث وكان يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار، وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. المصنف رحمه الله جل وعلا ذكر هذا الفصل لبيان ما يتعلق بإنشاء النية نهاراً. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله فما جاء في حديث عائشة هما حديثان: الأول عند مسلم في صحيحه، والثاني عند النسائي. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: هل عندكم شيء؟ أخذ أهل العلم رحمهم الله من هذه اللفظة فائدة، ألا وهي بساطة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في معاملته لأهله، وأنه صلى الله عليه وسلم ليس ممن يتفقدون البيت. ماذا أخذوا من السكر؟ ماذا أخذوا من الشاي؟ ماذا أخذوا من الرز؟ وما أشبه ذلك. لم يكن يتفقد نبينا صلى الله عليه وسلم.
لذلك قال هنا هل عندكم من شيء، يعني لا يعرف عن بيته شيء، لأن البيت كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لأن البيت لربة البيت، لأن البيت لربة البيت. كذلك لما قالوا له لا، أخذ أهل العلم أيضا من هذه اللفظة فائدة أنه يجوز أن يخاطب الرجل الشريف الكريم بكلمة لا، لقولها لا وهي زوجته وهو زوجها وهو أشرف الخلق عند الله جل وعلا، ومع ذلك تخاطبه رضي الله تعالى عنها وأرضاها بقولها لا. ولهذا أمثلة كثيرة، ومنها ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال لا، فقال أهل العلم فلا بأس أن تقول لمن خاطبك وإن كان عظيماً لا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله معلقاً قال أما قول بعض الناس سلامتك وما أشبه ذلك من الكلمات فهذه من باب المجاملة، ولو أن الإنسان عجز عن كلمة لا لم يكن في ذلك بأس، لم يكن في ذلك بأس. إذن في هذا الحديث الذي معنا ذكره المصنف هنا دليل على أنه يجوز أن يقول الإنسان لا للرجل العظيم، وأن ذلك ليس من سوء الأدب. المصنف هنا ذكر هذا الحديث هنا كما ذكرنا لبيان جواز نية النفل في النهار، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. ومن أهل العلم من قال حتى في النفل يجب أن تبيت النية ليلاً كالفرض، وهذا قول مالك وقول داود ابن علي الظاهري، قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. والجواب أن حديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل حديث عام خص به ما جاء في صوم التطوع، كما جاء معنا هنا في حديث عائشة فقال إني إذن صائم، قال إني إذن صائم، وإذن ظرف للزمن الحاضر، فعلى هذا يجوز أن ينوى النفل في أثناء النهار. وثبوت النية من النهار هو الثابت أيضاً عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولقد ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقاً، وترجم لها بقوله باب إذا نوى بالنهار صوماً، جاء عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس، وجاء كذلك عن حذيفة رضي الله تعالى عن الجميع. ووصل هذه الآثار الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وغيره، كذلك هناك آثار أخرى عن الصحابة في ثبوت النية من النهار، كما جاء عن علي وعن معاذ وعن ابن عمر رضي الله عنهم. وهذا الذي معنا من تجويز النية نهاراً في النفل إنما هو في النفل المطلق، إنما هو في النفل المطلق. وأما النفل المعين فإنه يصام
كما يصام الفرض من أول النهار، وذلك لأن النفل المعين مشترط فيه استيعاب اليوم، فلو أن إنساناً أراد أن يصوم يوم عرفة ثم لم ينوي ليلاً ونوى الصيام في أثناء النهار، فهل نقول إن صيامك لهذا اليوم صيام صحيح؟ الجواب: من جهة الصحة صحيح، ومن جهة إيقاعه ليوم عرفة لا. من جهة الصحة صحيح، ومن جهة إيقاعه ليوم عرفة لا، لأن يوم عرفة يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه إنما رتب الثواب والأجر على صيام اليوم، وهذا الذي صام أثناء النهار لم يصدق عليه أنه صام يوم عرفة، بل يصدق عليه أنه صام بعض يوم. كذلك ما يتعلق بصيام الستة أيام من شوال، لو أن إنساناً في ثالث أيام العيد وفي أثناء النهار ولم يأكل شيء من أول طلوع الفجر، لم يأكل شيء، قال: ما دام أن النهار قد انتصف أو مضى منه شيء ولم أأكل شيء فإني إذن إيش؟ صائم. نقول: هو لم يصم يوما وإنما صام بعض يوم، فهذا ينطبق على النفل المطلق ولا ينطبق على النفل المعين، لأن النفل المعين معلق بصيام يوم ماذا؟ كامل، والأجور معلقة بصيام اليوم كامل، وهذا هو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا، وذلك لأن كما ذكرنا ما جاء في أحاديث صيام الأيام المعينة معلقة بصيام اليوم كامل، وهذا الذي قد صام بعض يوم لا ينطبق عليه أنه قد صام يوماً كاملاً. وهذه النية في النفل المطلق هل لا بد أن تكون قبل الزوال، أو أن قبل الزوال وبعد الزوال سواء؟ العلماء رحمهم الله جل وعلا اختلفوا على قولين، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والراجح أنه يجوز أن ينوي صيام النفل المطلق قبل الزوال وبعد الزوال، وهو قول الثوري والنخعي والحسن بن صالح، وهو كذلك ما عليه الحنابلة في المذهب، وهو كذلك ما عليه الشافعية في المذهب، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قالوا: وهو المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك من المسائل: لو نوى الصيام في أثناء النهار فهل يكتب له أجر الصوم ليوم كامل، أو يكتب له من حيث أنشأ النية؟ هما قولان كذلك لأهل العلم، وهما قولان في
في مذهب الإمام أحمد، والصحيح والعلم عند الله جل وعلا أنه يكتب من حيث نوى، فليس له أجر إلا من حيث أنشأ النية، وذلك استدلالاً بقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا في أول النهار لم ينوي الصيام، فكيف يكتب له أجر مع أنه لم ينوه؟ وهذا هو الصحيح كما ذكرنا، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا، وأنه من حيث نوى، وأنه من حيث نوى. فهذه جملة من المسائل المتعلقة والفوائد المتعلقة في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله جل وعلا في إنشاء النية من أثناء النهار. ثم قال رحمه الله: وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة: كنت أنا وحفصة، نعم، وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها ابنة كما ذكرنا أبيها. ذلك في شرحنا ليش للموطأ، وكانت ابنة أبيها في الحزم والجراء على الكلام، كما ذكرنا ذلك في شرح أو في التعليق على موطأ الإمام مالك رحمه الله. فقالت: يا رسول الله، نعم، إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوما مكانه. فهو حديث معلول. قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا، لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة موصولا. قال النسائي: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد بن الهاد من زميل، ولا تقوم به الحجة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فاتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه. وحديث عائشة في السنن إن صح فهو محمول على إيش؟ على استحباب القضاء، نعم، وليس على وجوبه، نعم. فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ولكن أم سليم رضي الله عنها كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه، هنا وجوب حضور الوليمة ولا يجب عليه الإفطار، ويخبرهم أنه صائم، هذا فيه دليل على مشروعية الإخبار بالعبادة السرية إن كان في ذلك مصلحة، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أخبر ودعا وأرشد في هذا الحديث أنه إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، فهذا فيه مشروعية الإخبار بالعبادة للمصلحة لما في ذلك من تطيب خاطر صاحب
الدعوة، كذلك حتى لا يساء الظن بالإنسان لو حضر ولم يأكل. فذلك قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا: لا ينبغي للصائم أن يقطع صيام النفل إلا لحاجة أو مصلحة. فالحاجة مثلاً أن يشق عليه تكميل الصوم لعطش أو جوع أو اشتهاء طعام ونفسه تشتاق إليه، والمصلحة مثل قطع الصيام تطييباً لقلب صاحبه. وهذا ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما قيل له: أهدي لنا حيث، فهم كأنهم فرحوا به. أهله فرحوا بهذا الحيث ويحبون أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحيث. فكان منه صلى الله عليه وسلم أنه أكل، ومن هذا الحيث وقطع صيامه صلى الله عليه وسلم. وذلك فيه كذلك ما فيه من تطييب الرجل لخاطر أهله، من تطيب الرجل لخاطر أهله. فالشاهد أن هذه الأحاديث كلها تدل على ما قد ذكرناه لكم. نعم، أحسن الله إليكم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. فقال الترمذي: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث. إيش الحيث؟ ما هو الحيث؟ سمن مخلوط، تمر مخلوط بسمن وأقط. الأقط عندنا مشهور ونأكله إلى الآن. سمن تمر مخلوط بسمن وأقط. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يحب الحيس، كما جاء ذلك في رواية النسائي. وقال بعضهم: هو طعام يتخذ من الزبدة والتمر والأقط، وقد يبدل الأقط بالدقيق والزبد أو الزبدة بالسمن إلى آخره، وقد يبدل السمن بالزيت. يسمى القشطة أو القشطة عند بعض يعني في بعض المناطق عندنا في المملكة. نعم، يسمى القشط. وفي المدينة عندنا يسمونه حيس، ويأكله أهل المدينة إلى الآن. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يحبه، هو لذيذ على كل حال. وما من أحد فيما أظن يأكله إلا يحبه. نعم، أحسن الله إليكم. فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله. عندنا في المدينة من التمر والسمن والدقيق، وقد يزاد عليه شيء من الهيل، القرفة الناعمة والسمسم وغير ذلك على حسب الرغبة
عند الناس. الشاهد أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يحب حيث ولا يقط مما يخرج في زكاة الفطر. زكاة الفطر تخرج من طعام، مما جاء في السنة النبوية أنه يخرج الآقط، وهو موجود يباع إلى الآن، والباعة يغالون في ثمنه خاصة إذا كان جيدا. نعم، لا الآقط لا، حليب مجفف ويجفف بطريقة معينة ويزاد عليه، هو موجود عندنا في البادية وحتى عند غير البادية. نعم، وهو لذيذ. نعم، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم، وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه، أو صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فإن قيل فما تصنعون بحديث، يقال هذا كذلك في صيام يوم السبت. نعم، فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة. هو ثابت عنه. نعم، رواه أهل السنن، قيل نقبله إن كان صحيحا. هو صحيح، ويتعين إذا كان صحيحا على ماذا يحمل؟ على صوم ما قبله أو ما بعده. ثم قال ابن القيم: ونرده إن لم يصح، فإنه من الغرائب. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لكن الصواب العلم عند الله أنه حديث حسن. نعم، فصل في هديه في الاعتكاف. أحسن الله إليكم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. لما ناسب هذا الفصل في هذا اليوم، وغدا سيكون بإذن الله تعالى ماذا؟ سيكون اعتكافا أو لا؟ غدا الليلة سيكون اعتكافا، فناسب أن نقرأ وأن نصل إلى هذا الموطن، وهي مناسبة لطيفة. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. يسأل سائل: ما معنى الاعتكاف؟ يسأل سائل: ما معنى الاعتكاف؟ هل الاعتكاف معناه الزكاة، الصوم، بر الوالدين، الصلاة، الطهارة، الحج، العمرة؟ الجواب لا. الاعتكاف معناه في اللغة الإقامة على الشيء بالمكان ولزوم هذا المكان والاحتباس عليه. والاعتكاف كما قال الشافعي رحمه الله: لزوم المرء شيئاً وحبس نفسه عليه برًا كان أو إثمًا. إثمًا مثاله
فأتى على قوم ها يعكفون على أصنام لهم، هذا بر أو إثم؟ إثم. فهذا أن يلازمونها ويداومون عليها. كذلك ما جاء في قول إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي لها ملازمون. فالاعتكاف لزوم المرء شيئا وحبس نفسه عليه برا كان أو إثما. ومن جهة البر والقربة والطاعة ما جاء في قول الله جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. هذا من جهة المعنى اللغوي. أما من جهة المعنى الاصطلاحي فإن تعاريف الفقهاء رحمهم الله جل وعلا اختلفت، والتعريف المختار هو التقرب إلى الله جل وعلا باللبث في المسجد أو بلزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. وإلا الفقهاء كالحنفية قالوا: هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. حنفية لأنهم يرون أنه لا اعتكاف إلا بصوم، قالوا في التعريف ماذا؟ اللبث في المسجد مع الصوم. وأما المالكية الشافعية والحنابلة فقد أطلقوا، فقال المالكية: الاحتباس في المساجد للعبادة على وجه مخصوص. وقالت الشافعية: اللبث في المسجد على وجه القربة. وقالت الحنابلة: هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. في قولنا التعبد لله، وذلك إشارة إلى أن الاعتكاف ماذا؟ طاعة وقربة، وهذا الاعتكاف من محاب الله جل وعلا، وهذا الاعتكاف عبادة، والعبادة كما قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما ذكر ذلك في كتاب العبودية. التعبد لله جل وعلا بلزوم والاحتباس في المسجد خرج بقولنا لزوم والاحتباس في المسجد لزوم خرج بقولنا ذلك لزوم الدار. فلو اعتكف في بيته وقال: لا أخرج إلى الناس فأفتن بالدنيا، ولكن أبقى في بيتي معتكفا، قال أهل العلم: فهذا لا يسمى اعتكافا شرعيا، بل يسمى هذا عزلة ولا يسمى اعتكافا. كذلك من قال: ألزم المدرسة أو ألزم الرباط، رباط طلبة العلم، فهذا كله لا يكون اعتكافا شرعيا، وإنما الاعتكاف الشرعي هو لزوم المسجد، كما قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فجعل الله محل الاعتكاف المسجد. وفي قولنا في التعريف للعبادة لزوم أو الاحتباس في المسجد للعبادة أو لطاعة الله جل وعلا
للعبادة أو لطاعة الله، اللام هنا للتعليل، أي أنه لازم المسجد بطاعة الله لا للانعزال عن الناس ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده، بل لزم المسجد لطاعة الله للتفرغ لطاعة الله جل وعلا. وسنأخذ بإذن الله تعالى في نهاية هذا الفصل ما قاله ابن القيم رحمه الله جل وعلا في اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اعتكاف بعض الناس وبعض الجهال، فقال: فهذا لون، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون. لذلك يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف، هذا مشهور، خاصة بعد صلاة القيام كأنها فسحة، وبعد صلاة الفجر كأنها فسحة. هو ذهب إلى المسجد لينام ويقرأ بعد العصر شيئا من القرآن، ثم إذا جاء الإفطار اجتمع مع خلانه وأخذوا يتكلمون إلى أذان العشاء، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى التراويح ويصلون التراويح، انتقلوا من معتكفهم إلى التراويح، ثم إذا جاء انتهى التراويح جاءوا بالقهوة والشاهي إلى القيام، ثم إذا جاء القيام صلوا القيام مع الإمام، ثم بعد ذلك أتوا بأكلة السحور وجلسوا يتبادلون الأحاديث. هذا ماذا فعل؟ ترك بيته وجاء ينام في المسجد ويأكل في المسجد ويصلي التراويح في المسجد والقيام فقط. وأما ما كان في بيته من الكلام مع الزوجة موجود في الكلام مع من؟ مع الأصدقاء، من الكلام مع الجيران، انتقلوا من دكة البيت إلى دكة المسجد. قال ابن القيم، وسنعرف هذا من كلامه رحمه الله، قال رحمه الله في آخر قال: فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون. ذلك يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال: فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف، لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله عز وجل. قال رحمه الله: صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عند بعض أهله لأجل، لوقت، مو يومياً، 10 أيام، هذا هو برنامج هذا الذي قد أطلق على نفسه ماذا؟ معتكفاً، هذا برنامج، يعني الذي كان يفعله في البيت نقله إلى إيش؟ إلى المسجد. أما أنه يتفرق بطاعة الله جل وعلا بعد العصر وبعد أن يفطر وبعد القيام وبين التراويح والقيام، فإن هذا موجود في الناس، ولكن كذلك موجود في الناس ماذا؟ أنهم ينقلون ما في البيت إلى المسجد، ينقلون ما في البيت إلى المسجد، كذلك سينتقل معه أيضاً الجوال، وقد يرى مشاهد مضحكة وهو في الاعتكاف، وقد يرى طرف وهو في الاعتكاف،
وقد كذلك وهو يقرأ القرآن ينظر في جواله. ثم هناك مجموعة من الأخوة ذكروا أمراً فترك قراءة القرآن ورجع إلى إيش؟ إلى الجوال. ثم إذا سئل بعد انتهاء اعتكافه قيل لقد كنت معتكفاً في المسجد الحرام، أو أن أهله يسأل الناس عن فلان أين هو، قالوا ذهب إلى مكة يعتكف، وهو لم ينقطع عن الخليقة أبداً، وذلك الآن مع الجوالات، مع الجوالات. شاهد أن الاعتكاف النبوي لون، واعتكاف الجهال كما سوف يأتينا من كلام ابن القيم قال أيضاً لون آخر. فأن يتحدث عنده بعض أهله لأجل هذا لا بأس به، لكن ليس بكثير كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما جاء في قصة من؟ صفية، كما جاء ذلك في قصة صفية. بل إن أهل العلم رحمهم الله ذكروا مسألة، هل ينافي روح الاعتكاف أن ينشغل المعتكف بطلب العلم؟ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله جل وعلا، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا بأس أن يحضر المعتكف درساً أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصاً. هو في إيش؟ في عبادة، في أصل، في الأصل. فكيف أن يكون الكلام كما ذكرت لكم أنه نقل البيت إلى المسجد فحسب؟ بلا شك أن في اعتكافه نقصاً. ثم قال الشيخ: ولا أقول أن هذا ينافي الاعتكاف فيما يخص ما يتعلق بطلب العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال مالك، هذا نقل آخر، لا يشتمل المعتكف في مجالس أهل العلم ولا يكتب العلم. قال مالك: ذلك لأنه من أسباب الدنيا، ولا يجوز له عند مالك أن يعمل من الدنيا إلا ما كان من ضروريات الناس، وهي الطعام والشراب إلى آخره، وإنما الأصل في الاعتكاف أن يكون على الذكر المجرد كالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله، ونقل شيئا من ذلك عن مالك رحمه الله جل وعلا. ذلك قال أبو محمد عبد الوهاب البغدادي رحمه الله في كتاب التلقين، قال: وينبغي له التشاغل بالذكر والعبادة والصلاة والدعاء وقراءة القرآن دون التصدي لغير ذلك من أفعال القرب، كالانتصاب للإقراء وتدريس العلم والمشي بعية مريض أو صلاة على جنازة. قال: إلا أن يقرب ذلك من موضعه، لو كان قريب مريض، لكن لا تجلس عنده، لا، وأنت ما كما جاء في حديث عائشة، أو تكلم في يسير مما يسأل عنه من العلم. فالاعتكاف سنة وقربة وأمر مشروع، كما سمعتم في قول الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هو عبادة مسنونة لا تجب إلا بالنذر، كما قال ذلك أهل العلم رحمهم الله. وأجمع أهل العلم أن الاعتكاف لا يجب على المكلف
إلا إذا أوجبه على نفسه بالنذر، كما نقل الإجماع ابن المنذر وكذلك ابن رشد وكذلك العمراني رحم الله الجميع. وآكدوا الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، كما قال ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، بل حكي في ذلك الاتفاق بين أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. كذلك من المسائل المتعلقة بالاعتكاف، هل لا بد أن يكون الاعتكاف معه الصيام؟ الراجح والعلم عند الله جل وعلا أنه يصح الاعتكاف بغير صوم، وبه قال الشافعية في المذهب والحنابلة في المذهب والظاهرية، وهو المفتى به عند كثير من مشايخنا رحم الله الميت منهم وحفظ الله الحي منهم. والأدلة في ذلك ثابتة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ومنها أنه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان وضربت الأخبئة من زوجاته فقال آل بر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذاك الشهر أو ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال. وجاء في رواية عند مسلم فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، ومن العشر الأول من شوال يوم العيد، ويوم العيد لا يصام، فدل من ذلك على أنه ليس ذلك من الأمور الواجبة، وإن كان بلا شك أنه من الأمور المستحبة، لأنه قد ثبت عن جماعة من الصحابة ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والاعتكاف له شروط. الشرط الأول أن يكون المعتكف مسلماً، فلا يصح الاعتكاف من كافر. الشرط الثاني أن يكون المعتكف عاقلاً، فلا يصح الاعتكاف من مجنون، لأنهما لا الكافر ولا المجنون من أهل العبادات، فلا يصح منهما. ولكن البلوغ ليس بشرط، فيصح الاعتكاف من الصبي المميز كما نص على ذلك الفقهاء، ومنهم العمراني في كتاب البيان قال ويصح الاعتكاف من الصبي المميز كما تصح منه الصلاة والصوم. كذلك من شروط الاعتكاف ألا يخرج إلا لحاجة، كما ثبت ذلك عن عائشة وتحكي أن ذلك من السنة، قال ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. فلا يخرج إلا لحاجة، وقالت عائشة ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كذلك من فعله، حتى أن عائشة كانت ترجل له إيش شعره وهو في المسجد وهي في البيت. كل ذلك دليل على أنه لا يخرج الإنسان إلا لحاجة. كذلك من الشروط، وهذا الشرط كم؟ الرابع، أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يعتكف الرجل في مسجد بيته إن صح التعبير، لا يعتكف الرجل في مسجد بيته ولا المرأة كذلك. وهذا يجرنا، هل يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها؟ الصحيح أنها لا يصح لها
أن تعتكف في مسجد بيتها، وإنما اعتكافها يكون في المسجد كالرجل. وهذا قول المالكية، الشافعية في الجديد هو المذهب، وقول الحنابلة والظاهرية. خالف الحنفية وقالوا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الأفضل ويكره لها في المساجد، لكن الصحيح هو القول الأول، وذلك لقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وجه الاستدلال أن المراد بالمساجد المواضع التي بنيت للصلاة فيها، وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس بمسجد لأنه لم يبنى للصلاة فيه، فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية. لذلك قال ابن رجب رحمه الله: وهذه المساجد، يعني مساجد الدور، لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد المسبلة. يعني المساجد إيش؟ ما معنى المسبلة؟ الموقوفة، لأن ما معنى الوقف؟ الحبس. وأن يكون مسبلاً قربةً لماذا؟ لله جل وعلا، فلا يجب صيانتها، يعني مساجد الدور، عن نجاسة ولا جنابة ولا حيض، إلى آخر الأدلة التي قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. كذلك من الأدلة، وهو دليل مهم، ما أخرجه حرب وذكره عنه ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام في شرح العمدة، كذلك ابن رجب في فتح الباري، وقال صاحب الفروع ابن مفرح بإسناد جيد، قال ابن عباس لما سئل عن امرأة جعلت عليها، أي نذرت أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع، فلا يكون من المرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وإنما الاعتكاف مكانه المساجد المسبلة الموقوفة المعروفة. وهل يشترط أن يكون المسجد مسجداً جامعاً يكون فيه الجمعة؟ صحيح أن ذلك لا يشترط، ولو تخلل وقت الاعتكاف جمعة فيجب عليه الخروج بشهودها، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وذلك لعموم النصوص في الاعتكاف في المساجد، وهذا يطلق عليه ماذا؟ مسجداً. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فله أن يخرج المعتكف لما لا بد له منه، ومن ذلك إيش؟ أجيبه الجمعة. لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في قصة صفية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد. وفي رواية: فذهب معها حتى أدخلها بيتها هو معتكف. وجه الاستدلال أن للمعتكف أن يخرج من المسجد لما لا بد منه، ومن ذلك الجمعة، ولا يؤثر ذلك في اعتكافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للخوف على أهله فيلحق به كل حاجة. وهذا هو هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا الأمر هو طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، مع ظهور إيش؟ الخير في زمنه صلوات ربي وسلامه. ولكن هذا فيه دلالة على أننا كذلك نحن أيضا نخاف على محارمنا ونخاف على أعراضنا، خاصة إذا كان الوقت ليلا ووقت خوف
والزمن مخوف. أما أن الإنسان يطلق زوجته تذهب وتجيء إلى آخر الليالي فإن ذلك يخالف ما كان عليه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فالزمن زمن خير، ومع ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم ما سمعتم. ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لأربعة أمور: أحدها حاجة الإنسان، والثاني إذا كانت امرأة وطرأ عليها الحيض أو النفاس، والثالث شراء طعام إن اضطر إليه، والرابع مرض لا يمكنه المقام معه، مرض لا يمكنه المقام معه. فهذه جملة من أحكام الاعتكاف، ونقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله، وإذا جاء شيء من تلك الأحكام نرجعه إلى ما سبق أن ذكرناه. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته، نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفاً على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، يعني يقبل على الله جل وعلا بكليته حتى يثمر ذلك صلاح للقلب واستقامة في القول والعمل، يقبل على الله جل وعلا بكليته. نعم، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب يتشعب القلب ويحصل فيه ما يحصل من الأدران والصوارف والعوائق والمعيقات، كيف يعالج المسلم شعث قلبه مع هذه الأمور؟ قال ابن القيم رحمه الله: وذلك بالإقبال على الله جل وعلا، وأن يلتزم العبد الكتاب والسنة على نهج سلف هذه الأمة. قال: وكان فضول الطعام والشراب، هذا أول ما يتعلق بمسألة الفضول، فضول الطعام والشراب واحد. نعم، وفضول مخالطة الأنام، فضول المخالطة اثنين، وفضول الكلام ثلاثة، وفضول الكلام، وفضول المنام، وفضول المنام، هذه كلها من أسباب تشعب القلب. نعم، مما يزيده شعثاً. كذلك فضول إيش؟ الضحك. نعم، ويشتته في كل واد، وهذا واقع وليس له دافع. نعم، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو إما أن يقطعه عن السير إلى الله جل وعلا، أو يضعفه، قد لا يقطعه ولكن ماذا؟ يضعفه. ونحن مطالبون أن نكون مبادرين إلى طاعة الله جل وعلا، مسابقين إلى طاعة الله جل وعلا، مسارعين إلى طاعة الله جل وعلا، فهذه الأمور كلها تقطع السير إلى الله سبحانه وتعالى، أو تضعف السير إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أو يعوقه ويوقفه. نعم، توقف، يعوقه ويوقفه، ثم يواصل، ثم يعوقه ويوقفه إلى آخره. نعم، اقتضت ماذا؟ رحمة. نعم، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. شرع لنا الله سبحانه وتعالى الصوم، وذلك من رحمته بنا ما يذهب فضول الطعام والشراب، لا كما يكون من الناس الآن من أن شهر رمضان
هو شهر الطعام والشراب، هو شهر الطعام والشراب، فلا تجد بعض الأصناف إلا في رمضان، ويقال أن هذه أصناف إيش؟ رمضانية، غير الأصناف إن صح التعبير الشعبانية، يضاف كذلك أصناف إيش؟ رمضانية، أصناف شعبانية، ما يكون من المكرونة ومن الأرز إلى آخره، ثم يضيف في رمضان، وتجده في المحلات الكبيرة هو معه عربية، ومع زوجته عربية، ومع ابنه عربية، ومع الطفلة الصغيرة أيضاً التي عندها النية على الصيام أيضاً عربية. الزيوت 10، والشوربة 10، والبر 10، إلى آخره. هؤلاء يظنون أنهم في رمضان سينقطعون عن موعان البقالات، وثاني يوم تراه في البقالة يشتري لبن أو زبادي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهذا، وقد ذكرنا هذا نحن في كلامنا في السحور، قال: ما يذهب فضول الطعام والشراب. نعم، على كل حال أن يأخذ الإنسان ما يحتاجه هذا لا بأس به، لكن بلا صرف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ذكر القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن عن بعض أهل العلم أن الله جل وعلا جمع الطب في نصف الآية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا نمنع الأكل والشرب، هذا لا يقوله عاقل، لكن نمنع إيش؟ الإسراف، كما جاء في قول الله جل وعلا. نعم. أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعيق المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالح. شريعة وسط لا إفراط ولا تفريط، فيها تحقيق للمصالح ودفع للمفاسد، شريعة وسط واعتدال. وهذا من فضل الله جل وعلا أننا جعلنا الله سبحانه أن الله جعلنا من أهل الإسلام، فالحمد لله على هذا. نعم. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به. اسمعوا الكلام حتى تطبقون ذلك إذا اعتكفتم، أو تنقلون ذلك إلى من يريد أن يعتكف. قال: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله جل وعلا وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه وتعالى، بحيث يصير، نعم، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم يعني كله يستولي عليه حباً، حب الله بدل هذه الوساوس التي تأتي على الناس، فيصير الهم كله به، الخطرات كلها بذكره: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، ولا إله إلا الله. نعم. والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلاً عن أنسه بالخلق. وأما الذين يعتكفون ويأنسون بالخلق عن الحق فإنهم لم يحققوا مقصود إيش؟ الاعتكاف. نعم.
فيصير أنسه بالله بدلاً عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور. الله المستعان. في القبور حين لا أنيس له. نعم، حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصيام، كما ذكرنا لكم في من اشترط من أهل العلم أن يكون الاعتكاف مع الصوم، شرع اعتكافه في أفضل أيام الصوم. نعم، وبلا شك أن ذلك من الأمور المندوب إليها، ولكن ليس هذا إيش شرطا. نعم، ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطراً قط. لكن ذكرنا ما جاء في قصة ماذا؟ في قصة أنه نقل الاعتكاف إلى العشر الأول، فدل من ذلك على أن هذا الاعتكاف كان في يوم عيد، كما قال ذلك بعض أهل العلم أنه قال في العشر الأول من شوال. نعم، بل قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنه والله، مسألة خلافية عند العلماء كما نقلنا لكم ذلك. ثم قال فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، والذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية، وقد ذكرنا هذه المسألة قبل قليل. قال وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. هذا الأصل، حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، لا إطلاق اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليقل خيراً أو ليصمت. قال فليقل خيراً أو ليصمت. بعض الناس يصمت وعنده إيش؟ الخير. لا، قال فليقل خيراً، إذا عندك خير بر إرشاد إلى خير فليقل خيراً أو يصمت. نعم، وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان. يعني ولا يعوق عن مصلحة العبد الإعاقة عن طلب رزقه، عن طلب معاشه، عن طلب كذا، لا يعوقه، هذا صار إيش؟ المتوسط. قال ومدار رياضة الأرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان. نعم، الأربعة. وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي. هذا والله كلمة تكتب بماء العين. قال وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين، ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة في العشر الأول، ثم الأوسط، ثم العشر الأخير، يلتمس ليلة القدر. يعني يطلب ليلة القدر. نعم، ثم تبين له أنها في العشر الأخير، يعني ليلة القدر، فداوم اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. نعم، وكان يأمر بخباء يضرب فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب فأمر. يدخل المعتكف إلى المعتكف قبل غروب الشمس من يوم العشرين، ليلة 21، يدخل المعتكف معتكفة قبل غروب الشمس من يوم العشرين، يعني ليلة 21، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب وقول الظاهرية. جاءت رواية عن أحمد أنه يدخل المعتكف في يوم 21، لكن الصواب ما ذكرناه، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري
رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أنه من أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه اعتكف ليلة 21، وأما إذا صلى الفجر يدخل إلى خبائه وإلى مكانه الذي أعده ليش؟ للاعتكاف. نعم. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهم فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل. له مدة، له حد، وأقول عن عند العلماء ذكروا هل الاعتكاف حد من جهة الزمن؟ اتفق الفقهاء أن اللبث والمقوث في المسجد هو ركن الاعتكاف، كما ذكر ذلك صاحب بدائع الصنائع، وذكر ذلك صاحب الذخيرة وصاحب الإنصاف، أن اللبث والمقوث في المسجد هو ركن الاعتكاف باتفاق أهل العلم رحمهم الله، ولكن الراجح أن هذا اللبث والمقوث ليس لأقله زمان معين. وبه قال أبو حنيفة الشافعية، وقال بذلك الحنابلة في المذهب الظاهرية، وذلك لما جاء عن يعلى بن أمية عند عبد الرزاق في المصنف قال: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. قال ابن حزم: الاعتكاف هو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ساعة فما فوقها، ليلاً أو نهاراً. كذلك جاء عن سويد ابن غفلة قال: من جلس في المسجد وهو طاهر فهو عاكف فيه، إذا نويش الاعتكاف ما لم يحدث. وقال ذلك أيضا عطاء قال: هو اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف وإلا فلا. يعني النية في الاعتكاف، يعني لو جلس الرجل في العشر الأواخر من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر أو قبل ذلك إلى السحور أو للتراويح ولو الاعتكاف، إن اعتكافه وإيش صحيح، لكن المشروع أن يعتكف كم؟ 10 أيام، كما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعتكف، لكن أقل الاعتكاف ما ذكرنا، فإنه ليس هناك لأقله حد ولا لأكثره حد، كما صح ذلك عن الصحابة منهم يعلى ابن أمية. نعم. أحسن الله إليكم. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه. الآن إذا جاء إلى السارية قال: يا فلان كن قريبا مني، ويا فلان كن عن يميني من زملائه وممن يحب إلى آخره، ثم وهذا من النقص الحاصل، والله المستعان. نعم. وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد يعني وهي حائل. رأيتم كلام أهل العلم كما جاء في كلام ابن القيم هنا، كذلك من كلام أهل العلم المالكية من المالكية وغيرهم، كما جاء في كتاب الذخيرة أن نقل عن بعض المالكية قال: وإذا قلنا يخرج لحاجته فلا يتحدث مع أحد، فإن فعل وطال قطع التتابع، وإن تحدث من غير وقوف لم يضر. الآن خاصة ما يكون من طلاب
التحافيظ يكون معهم مدرس، يلا يا فلان من اليوم يذهب لكي يحضر ماذا؟ العشاء، فيرفع الطلاب أيديهم وهم عشرة فيختار منهم ستة، وقد لا يحتاج إلى هؤلاء إيش؟ الستة، يحتاج إلى واحد أو اثنين، ولكن يقول حتى نربيهم تربية إيش؟ على الاجتماع وعلى التآلف وعلى التعاضد وعلى التعاون، وتعاون على البر وإيش؟ هذا كلام في غير محله، ويدل على أن هذا المتكلم أو هذا المدرس أو هذا المعلم أن جهله جهل مركب، جهل مركب، فلا يصلح أن يكون معلما. هنا الفقهاء يشددون في أمثال هذه المسائل، وهذا يدخل مثل هذه الأمور ويتأول الآيات على غير تأويلها وعلى غير ما فسره السلف رحمهم الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، مثل ما كان من صفية. نعم. فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلة ولم يباشر امرأة من نسائه. يعني لما قال وكان ذلك ليلا ليش؟ كان يسبب إيش؟ لماذا ذهب معها؟ نعم، إنه وقت مخوف. نعم. وكان يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا ضيق. ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه. قال أهل العلم رحمهم الله منهم البغدادي في التلقين، قال ويجتنب المعتكف الوط وجميع أنواع المباشرة والاستمتاع من القبلة واللمس، ذلك كله مفسد الاعتكاف إن وقع فيه. وكذلك من أيضا بلا شك اجتنب كبائر كشرب الخمر أو القذف، ولكن كذلك له مباحات، له أن يتطيب له ذلك. وقالوا أيضا له أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، ثم قالوا وليل المعتكف ونهاره سواء فيما يلزمه ويجتنب، سواء الليل والنهار. نعم. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه. وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. يعني ولا يعرج عليه، المقصود أنه لا يقيم عنده ولا يحتبس عنده. نعم. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا. على سدته يعني على الباب حصيرا حتى يختلي بربه. هذا الكلام الذي نقلناه لكم سابقا، اقرأوه وننتهي هنا بإذن الله جل وعلا. قال ابن القيم وهذا احفظوه لمن أراد أن يعتكف. نعم. كل هذا ألا أجعل لكم ضابطا قد ذكره شيخنا الشيخ حسين آل الشيخ، قاعدة في الاعتكاف في قوله أنه يخرج فيما في الحاجيات. قال كل حاجة للإنسان له منها بد. كل حاجة للإنسان له منها بد، يخرج ولا يخرج له منها بد سعة، فلا يجوز له فعلها. وكل حاجة ما لا بد له منه ولا يمكن فعلها في المسجد
جاز له الخروج من المسجد ولا يطيل في ذلك. وكل ما لا بد له منه لا بد له يفعله جاز له الخروج من المسجد ولا يطيل في هذه الحاجة. أما إذا كان حاجة الإنسان له منها بد له منها سعة فلا يفعلها، يقوم بها أبناؤه، يقوم بها أصدقاؤه. نعم. ثم نختم هذا الفصل النافع الماتع بما قاله هذا الإمام رحمه الله جل وعلا. قال: كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال. هذا ذكرناه سابقا، قال عكس ما يفعله الجهال. نعم. عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين. مجلبة للزائرين مثل جينا، مثل تروح لنا نقابلك في الليل عند توسعة الملك فهد، نقابلك عند توسعة الملك عبد الله، وجماعة فلان يتقابلون عند جماعة فلان عند توسعة كذا وإلى آخره، وأصحاب المكتبات وأصحاب التحافيظ و و و أصبحت مجلبة لإيش؟ الزائر. قال ابن القيم رحمه الله: نعم. وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم. ثم قال إيش؟ فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، وأنت مطالب بالاعتكاف إيش؟ النبوي. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونكون بهذا قد انتهينا من فضل الله ومنته، من هديه صلى الله عليه وسلم في الصوم، ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وانتهينا مع الشيخ حسين في يوم الجمعة 9 من شهر رمضان في عام 1420 في عام 1420. نحن ننتهي الآن في كم؟ 19 من رمضان في عام 1443. كم بينها وأيضا كم؟ 10 أيام. أحسنت، وعشرة أيام، ذاك 9 وهذا 19. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله على